قلتي علاش قلتي بانه من انا 5 سنين بانك تقدري باش تعتزلي ولا ما تبقايش في هذا المجال؟ شنو اللي خلاك؟ واش عييتي؟ واش لقيتي شي حاجات شي صعوبات شي حوايج اللي ما عجبوك؟ لا انا غادي نقول لك، اولا انا كنعيش واحد الفتره ديال الامومه مع ولادي في هذه الفتره هذه اللي هي يمكن غنقولوا هي الاكثر حساسيه، لان عندي ولدي الكبير عنده دابا ما شاء الله 13 سنه، فمن دابا كنقول واحد 4 سنين 5 سنين غادي يكون في سن المراهقه. يعني دابا معايا ماما الحمد لله كتعاونني وكل شيء، ولكن حتى حاجه ما كتعوض الاب، وبما انني انا كنلعب الدور ديال الاب وديال الام، فمحتاجه انني نكون في الفتره ديال المراهقه مع ولادي، خاص الولاد بزاف اكثر حاضره. كنظن انشغالاتي دابا اللي كاينه بالغناء ولا حتى التمثيل كتاخذني منهم بزاف. وكذلك كاينه حاجه واحده اخرى، لان يمكن انا قبل ما كنتش كنفكر في الزواج، ولكن ان شاء الله كاين مشروع زواج مستقبلا، فضروري غادي يكون خاصني نتنازل على شي حاجه. هذا هو الشرط باش ندخل الحياه الزوجيه، انني نتنازل على الفن. فإلا بغيت نتنازل عليه خصني نبقى شاده في شي حاجه بالصلاه، المهم نبقى شاده في شي حاجه مع الجمهور ديالي. كنتي على الهام الام دغيا دغيا، كي دايره الهام الام؟ لاباس الحمد لله كتسلم عليه. لا خليك ليلي. الهام الام انا كنحاول نعيش مع ولادي كما انا كنعيش مع الاصدقاء ديالي، يعني معتبرهم ماشي غير الولاد ديالي، ولكن انا بالنسبه لهم الام، الصديقه، الحبيبه، الاخت، كلشي. الحمد لله، اللهم لك الحمد، كيقول لك دائما متى تكون مرضي والديك تيعطيك الله سبحانه وتعالى وليدات، كتشوف فيهم راسك كيفاش انت مع والديك. داكشي علاش انا الحمد لله تربيت ولادي سهله بزاف.